عودة مشاهدينا إلى الحالة الجوية من الزرقاء، ينضم إلينا مراسل المملكة زيد خليفات. أهلا بك زيد، يعني كيف تبدو منطقة الرصيف تحديدا جراء المنخفض الجوي وهناك إغلاق ربما للشوارع؟ نعم بيان، هنالك إغلاق بشكل كلي في شارع الملك حسين في منطقة الرصيفة، وغمرت المياه كافة الطريق المؤدي بشارع الملك حسين من وإلى. هذه المنطقة هي منطقة المصانع للاستيضاح أكثر. نستضيف المهندس بركات الهبارنة وهو مدير تنفيذي في بلدية الرصيفة، نتكلم عن الجاهزية، نتكلم عن ما يحدث في هذه المنطقة وبالتحديد في شارع الملك حسين. مهندس يعطيك العافية، نتكلم يعني هنالك يعني سقوط للأمطار في فترات بسيطة وأدى إلى هذه الإغلاقات، نتحدث عن ما هي الإجراءات التي كانت من المفترض أن تكون وما هي الإجراءات التي تقومون فيها حاليا؟ مساء الخير للوطن، وإن شاء الله أنها أمطار خير وأمطار سقيا، وحقيقة أنه الهطول كان كثيف جدا في زمن قياسي، وفرقنا الآن تعمل في كافة المواقع، وهذه كانت النقطة الأخيرة أكبر مشكلة مستعصية، والحمد لله تجاوزناها، وأتوقع خلال 10 دقائق إن شاء الله يعاد فتح الطريق والأمور إن شاء الله جيدة. كل الفرق تعمل بكامل الطاقم وكافة الآليات، أنا في موقع وعطوفة رئيس البلدية في موقع آخر الآن، وبلغني أن الأمور تمام إن شاء الله في موقع الثاني. مهندس تتكلم عن مواقع أخرى، ما هي المواقع أخرى تمت نريد معالجتها؟ أن ننوه إلى في موقع شارع الملك هراني أمام البلدية وتم معالجته الآن والطريق سالك. الآن إحنا في شارع الملك حسين منطقة المصانع قرب مصنع الأجواخ، وهذا كان ناتج عن هطول غير مسبوق حقيقة في زمن قياسي، والآن تم فتح المناهل وقدرتها الاستيعابية كانت أقل من أن تستوعب هذا الكمية من الهطول، والآن خلال 10 دقائق إن شاء الله يتم فتح الطريق والأمور تمام، وكل الفرق تعمل في كل المواقع على أهبة الاستعداد والأمور تمام إن شاء الله. مهندس، كان هنالك حادثة في عمان وفي باقي المحافظات، هل كان هنالك استعدادات لهذا المنخفض وكان هنالك تبليغ من قبل الجهات المعنية؟ نعم كان تبليغ، وهذه التبليغات أخذت على محمل الجد، والفرق الميدانية تعمل وكانت جاهزة قبل المنخفض. بيان، كما تشاهدين الإغلاق هو إغلاق بشكل كامل وليس في هذا الموقع، لكن هنالك مواقع أخرى تقوم البلدية بعملية الـ يعني فتح هذه الطرق وعملية تسليك المناهل، خصوصا أن المناهل هي مناهل كانت مغلقة في بشكل كلي، وتقوم يعني بلدية الرصيفة بالتعامل مع هذا الموضوع بعمل وفي جاهزية الآليات الخاصة فيها. نعم زيد، إذن كما نشاهد مشاهدينا هذه الصور المباشرة من منطقة الرصيف وتحديدا من منطقة المصانع شارع الملك حسين، حيث إغلاق لهذا الشارع نتيجة هطول الأمطار بشكل كبير، وتعمل الكوادر على فتح هذا الشارع، وكان هناك أيضا ربما إغلاق لشوارع أخرى في مناطق أخرى كما تحدث ضيف مراسلنا عن هذا إغلاق. إذن زيد، هل لك أن لديك تفاصيل أو معلومات عن مناطق أخرى ربما تضررت جراء هذه الأمطار؟ بيان، هنالك مواطنين يشكون من غمر المياه في مناطق أخرى، لم يتسنى لنا الوصول أو التحقق من إذا ما كان هنالك غمر في هذه البيوت بالشكل الذي يصفه المواطنون، لكن الأجهزة المعنية في بلدية الرصيفة تقوم بعملية فتح هذا الطريق، وهو طريق وحيوي بطبيعة الحال، وكافة الآليات متواجدة في الموقع، ومدير التنفيذي في بلدية الرصيفة وعطوفة متصرف المنطقة يتعاملون بكل جاهزية. نعم. في التعامل مع هذه الإغلاقات، وإذا ما كان هنالك مناطق أخرى سنتحدث فيها إذا في النشرات اللاحقة. نعم. إذا ما توفر لنا هذا. نعم زيد خليفات مراسل المملكة، شكرا جزيلا لك.